بسم الله الرحمن الرحيم. هل كوكب زحل هو النجم الطارق؟ هذا السؤال وردني من أحد الأحبة عبر تعليقات على اليوتيوب، يقول: نرجو أن تبين ما هو المنهج العلمي الذي تتبعه في الإعجاز العلمي، لأن هناك بعض التفاسير تقول إن كوكب زحل هو النجم الطارق لأنه طارق، أي يظهر في المساء، لذلك سمي بالطارق أي الزائر ليلا، والثاقب لأن ضوءه يخترق السماوات كما يقول طبعا. وبالنسبة للنجم النيوترون النابض الذي تقولون هو النجم الطارق، فكيف نعرف أن هذا النجم الطارق بالفعل هو النجم النيوتروني وليس كوكب زحل؟ أرجو أن توضح ذلك للمشاهدين. أحبتي في الله، أول شيء انتبهوا معي، كوكب زحل لا يضيء، لا هو ولا القمر ولا الأرض ولا أي كوكب، هي كواكب باردة. كوكب زحل كوكب بارد مثله مثل بقية كواكب المجموعة الشمسية. الذي يضيء هو الشمس، والقرآن ميز بين الشمس والكوكب عندما تحدث عن الشمس وعن القمر. ماذا قال؟ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. إذا وصف الشمس بالضياء لأنها مصدر الضوء، مصدر الإشعاع، مصدر الطاقة، ووصف القمر بالنور لأنه بالفعل هو يعكس نور الشمس. إذا هذه الكواكب تعكس نور الشمس ولا تضيء أبدا. الآن كوكب زحل لماذا؟ يعني بعض التفاسير يقول الطارق أي الزائر ليلا، جاء يطرق مثل الذي يطرق الباب ليلا. هذا ليس معنى الطارق أيها الأحبة، لأن كلمة طارق جاءت من طرق، من طرق الباب، طرق على الحديد، طرق على الحجر، طرق على الأرض. نحن نذهب إلى أساس الفعل وليس إلى المعاني الأخرى المجازية، طارق الليل، تمام؟ كلها معاني مجازية، هذا أولا. بينما النجم النابض النيوتروني الذي هو كان حجمه أكبر من الشمس وانفجر على نفسه واستنفذ وقوده أصبح كتلة صغيرة جدا مقارنة بحجمه السابق، وفيه كثافة هائلة جدا وجاذبية كبيرة، حتى إن وزن ملعقة شاي منه، ملعقة صغيرة لو أخذنا من هذه المادة النيوتروني، نجد أنها تساوي 400 مليون طن، ثقيل جدا، فهو يثقب أي شيء. يعني تصور لو جئنا بكرة صغيرة من هذا النجم الثاقب وضعناها على الأرض تخترق الأرض بسبب الثقل الهائل فيها. الشيء الثاني، النجم النيوتروني يبث أشعة ثاقبة، يبث أشعة أولا عندما يتشكل، يبث أشعة تدعى أشعة جاما تصل إلى الأرض وتعادل ملايين ما تبثه الشمس، ملايين بل مليارات حسب قوة الانفجار أثناء تشكله. وبعد أن يتشكل هذا النجم الطارق نتيجة دورانه يبدأ بإصدار طرقات تشبه صوت المطرقة، لا نسمعها نحن طبعا بسبب المسافات الكبيرة وبسبب عدم انتشار الصوت في الفضاء، ولكن هذا النجم يبث مع هذا الصوت ترددات راديوية، أشعة راديوية مثل أشعة الراديو أو موجات الراديو. يعني أنا أتواصل معكم الآن بموجات تعتبر من نوع الموجات الراديوية أو أقصر طبعا، ولكن هي موجات لا ترى، نتواصل مع بعض من خلال يعني تقنية معينة. فهذا النجم يبث هذه الطرقات على شكل موجات الذي يصلنا منها الإشعاع الراديوي. هذا من الذي يلتقطه؟ ما يسمى بالتلسكوب الراديوي. التلسكوب لا يرى الأشعة الضوئية بل يرى الأشعة الراديوية، لأن معظم النجوم البعيدة نحن لا نراها، كيف نعلم أن هناك مجرة على بعد 13 مليار سنة ضوئية؟ لا يمكن رؤيتهم.
هذا يتم عبر التقاط الموجات الراديوية الغير مرئية التي لديها القدرة على الانتشار في الفراغ لمليارات السنوات الضوئية، تصل إلى هذا القرص الذي هو تلسكوب راديوي. يمكن أن يكون قطر هذا القرص 300 متر، وتتجمع ثم تؤخذ ويتم تقوية هذه الإشارة فنسمعها على شكل ماذا؟ طرقات هكذا منتظمة جدا، يسمى الساعة الكونية الدقيقة جدا لأن الطرقات منتظمة. إذن الذي جعلنا نقول عن النجم الطارق أنه هو بالفعل هذا النجم النيوتروني النابض بولسارز، تدعى هكذا هذه النجوم، أولا بسبب ثقلها الهائل، أي جزء منها ينزل على الأرض يثقب الأرض، بسبب الأشعة الثاقبة أشعة جاما، بسبب أشعة الجذب، هناك أشعة جذب يطلقها تخترق الأرض وتخترق الكواكب، لديها قدرة على الاختراق، لديه طرقات حقيقية نحن لا نسمعها ولكن تم تسجيلها من قبل العلماء. إذن هذه الأسباب تدعونا لكي نعتقد أن هذا هو النجم الطارق الذي أقسم الله به عندما قال والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. ربط دقة هذه النجوم بدقة الملائكة التي تكتب على كتفيك هنا، إن كل نفس لما عليها حافظ، عليها حافظ من الملائكة يكتب كل صغيرة وكبيرة عليك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذا التوضيح العلم النافع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.